صراحه الله التخوف اللي كان عندي هو يطيح المغرب مع المانيا واسبانيا، فهمتي؟ ملي ما طاحش معاهم هذيك هي هذيك زعما بالنسبه لي واحد الفال خير عليهم. المجموعه اللي طاحوا فيها بالنسبه لي يعني في المتناول، يعني هما فايتهم لعبوا مع كندا، فايتهم لعبوا مع بلجيكا، فايتهم لعبوا حتى مع تركيا مع كرواتيا. يعني كنتوقع ان شاء الله تكون واحد التنافسيه ما بين المنتخبات، ويكون عند الجمهور ديالنا والمنتخب ديالنا يكون عنده حظوظ التأهل ان شاء الله الدور القادم. ولما لا نزيدوا في هذا كاس العالم ان شاء الله في ادوار القادمه ان شاء الله. الراي ديالي شويش الامور قاصحه يا العزيز، ماشي حنا بمستوى ديالنا ناقص على ديك الكيبوس هذوك، حالي قلتينا كندا وسلام، اما شي حاجه ما كاين والو، كرواتيا قاصحه علينا، بلجيكا قاصحه علينا. مهم شغنقول لك الدور الاولي واقيلا والصلاه على النبي. ايه مع كرواتيا وبلجيكا وشي حاجه الاخرين كنساو، المهم ما كنبقاش كندا. يغلبوا يديو كاس العالم ان شاء الله، نتمنوا ما يعملوا والو. اذا حيدوا الكعبي وحيدوا خالو لوزيتش يعملوا شي حاجه، ولكن اذا ما يعملوا والو سنقول لك اخاو ديالي نختصر في واحد الكلمه اخاو، نتمنى لهم الخير والسلامه. صعيبه شويه بلجيكا وكرواتيا، لا كندا شويه شان نقول لك واحد النسبه هايده حسب كرواتيا فيها تبارك الله الدراري فهمتي جدادين وكذا، وهادي شني بقى بلجيكا سبقنا ديجا لعبنا مع ودي وغلبناهم، وطلبوا الله المره ما يكونوش الدراري مدهوشين وهادي عندهم فهمتي وعندهم واحد الشجاعه والقوه والحماس ان شاء الله. وكندا ما فارق ما عندناش اذا ماشي معلومه ولا شي خبره ولا فهمتي، صراحه ما عندي حتى شي فكره عليه، ونطلبوا الله في الخير يا ربي يكونوا الدراري عندهم الثقه في الناس والحق. ان المنتخب جاب واحد المجموعه قولوا سهله ونقولوا ماشي سهله، لان بلجيكا واخا ما عندهاش شي تاريخ في كره القدم، ولكن حاليا هو من احسن منتخب عالميا، لانه هو كان اولا عالميا، دابا حاليا بحال رجع ثانيا البرازيل الاولى. ولكن التوقعات ديالي منتخب المغرب جا في المجموعه كرواتيا بلجيكا كندا واخا من رغم انه 36 سنه ما وصلت، ولكن توقعات ان منتخب كندا ربما هو منتخب محترم، بلجيكا كرواتيا، ولكن كنتمنى ان شاء الله المنتخب ديالنا يفوز ويعمل لنا شي نتيجه ايجابيه. كنتوقع ان شاء الله يكون المنتخب ديالنا من احسن منتخبات افريقيا، يمثل القاره الافريقيه. دابا هو حاليا افريقيا الحمد لله دائما غير الصعد، السامك غير ديك السامة خضر، اما السامة الحمار ما كاينش الحمد لله. كرة اليوم ما شاء الله منتخب تينا عارف غيكوزو غيدو كاس العالم كيما قال لهم ديك الملاعبي ديالهم، حنا ما كنعرفو حتى شي ملاعبي، كنعرفو اتحاد طنج هما اللي كنعرفوهم، اما منتخب غيدو كاس العالم، نتمناو لهم التوفيق. صراحة الله أكبر غلط ارتكبته الجميع هو باش تخلوا على هيرفي رونر. كان صراحه الله كان موقف منتخب، وكان يعني كانت النتائج والاداء كان في مستوى. وواحد اش نقول لك انا كيجيني بدون شخصيه، مدرب بدون شخصيه انا بالنسبه لي يعني ومغانن اللي فراسو وعنده عقليه قديمه، بالنسبه لي من الاحسن يجيبوا شي مدرب اخر ويكون في مستوى، ماشي اي مدرب، يعني نتفاداو نتعلموا من الاخطاء اللي فاتوا، وان شاء الله ان شاء الله يكون خير، ونتمنوا حد اوفر للمنتخب ديالنا ان شاء الله بخير. ماشي مدرب هذاك، ما عيطناش الملاعبيه واعرين ما حتاش. انا زياش ومزراوي هذوك الحمد لله الله يا اخي زين. انا ما فهمتش، انا مدرب مغنان مع ملاعبيه الله يا اخي، كتغني انت مع ملاعبيه ما يمكنش لا والو، انا ما متفقش معاه. مصلحة الوطن بعد كامل ماشي الا عاد مصلحة، هو كيشوف المصلحة ديالو واقيلا، واخا حنا ما انا ما عجبني شي وما عمره عجبني والصراحة الله هي هادي. لا والو اخا، هادي اللي ما اتفقش معك فيها، هو النصيري ما خصناش يبقاو منتخب، لا شفنا شي مدرب مناسب، هذاك خاصو يمشي دابا صافي كبر صافي، ما بقاش صالح. طلب الله في الخير يا ربي. هو هذاك كلشي كيتشكى منه في قهوه انا. ايوا كلشي هذا يمشي بحالو حسن.
وفي الحقيقة ما ناقص إذا تسلط واخا ما إذا بقى داكشي اللي في راسو تبدل حسن فهمتي من أحسن شي اللي كاين. لا والو يمشي في حاله يمشي يجي شي واحد بعدا هذاك خصو غير الفلوس صافي فهمت وهادشي اللي كاين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.